اول تجربه بيني وبين محمد فؤاد كان تليفون من الشركه العربيه، كنت بطبع فيلمي الرجل الابيض المتوسط وكنت في فرنسا، ولقيت تليفون من مدام اسعاد يونس بتقول لي تحب تعمل فيلم لمحمد فؤاد واحمد ادم. قلت لها ده تحب؟ هو ده سؤال؟ ده يعني ده حاجة تبقى رائعة، أنا نفسي أشتغل مع محمد فؤاد. وكان أول لقاء بيننا اكتشفت أنه هو شخصية مش زي ما كنت متوقع، والحقيقة وأنا كنت متوقع أنه هو شخص جدع وكده، جد جدا وبتاع شغل وبتاع، اكتشفت أنه هو شخصية طيبة جدا، طفل كبير جدا بيحب يلعب ويهزر واخد الموضوع كله من باب الهواية، مش بيتعامل مع الفن على انه صنعة اكل العيش، هو بيتعامل معها لانها لعبة كبيرة جدا واخدها لطيفة، يعني حاجة لطيفة جدا وساعدت بالتعامل معها الحقيقة. محمد فؤاد عايز بس يشتغل في جو من الحب، يعني احنا رايحين رحلة مع بعضينا، احنا مش طالعين لحد غلس ولا حد بيزعق في اللوكيشن ولا حد يضايق حد، عايز كل الناس تبقى لطيفة وكل الناس تبقى يعني رايحين في جو من السعادة والهزار اكتر منه شغل وجد وتعب وشقة يعني. فهو ده الجو الوحيد اللي بيخلي محمد فؤاد يشتغل ويبذل مجهود كبير. سقف ليه؟ الضرب مفيش حد هنا اساسا. بقول لك ايه؟ خش على الدولاب ده شوف لنا اي حاجة نلبسها. وانت رايح فين؟ هروح اشوف ورقه وقلم اكتب لهم اي جواب اعتذار بقى ولا اي حاجه. جواب اعتذار ايه؟ ناقص تكتب على نفسك وصل امانه كمان. جواب اعتذار ايه؟ طب انت بتزعق ليه؟ انت اللي بتزعق. انت اللي بتزعق. اسكت اسكت. انت اللي بتزعق. كان اكتشاف برضه بالنسبه لي محمد فؤاد وكم المقالب اللي عمله في احمد ادم كان فوق الخيال. يعني في احد الايام انا هحكي لكم مقلب عمله محمد فؤاد، انه كان احمد ادم نايم وبعد يوم عمل شاق اكتر من 23 ساعه، وكان احمد ادم نايم يعني جثة هامدة، ومحمد كنا بنصور في الاقصر ومحمد جاب الريسبشن طلب منهم الكارت المفتاح الماستر بتاع الاوض، وجاب كرو الفيلم المساعدين والناس والمصور وكل الناس، وقعدوا حوالين سرير احمد ادم في الدنيا ضلمه وابتدوا يتكلموا عن اوردر بكره. فاحمد ادم تصور ان هو بيحلم، فصحي من النوم قال نهار اسود، يعني انتوا كمان معايا في احلامي، انتوا حتى في الاحلام موجودين. وجاله شبه انهيار عصبي انه ازاي نايم وفي كل الناس دي قاعدين حواليه، بتاع 30 نفر شخص 30 شخص قاعدين حوالين السرير ماسكين ورق وبيشتغلوا في الضلمه بيشتغلوا عن الاوردر بتاع اللي هنعمله بكره تاني يوم. فدي كانت اغرب حاجه عملها محمد فؤاد بحياته.